من التزامات اللي التزم بها رئيس الجمهورية هي استغلال الحرفي للذهب في ولايتنا ولاية إليزي، وهذا الالتزام اليوم يتجسد على أرض الواقع من خلال هذه المؤسسات اللي اليوم راح تروح تشوف النور. وهذه المؤسسات بإذن الله عز وجل نشوفها بطريقة قانونية تستغل هذا المعدن النفيس. هذه العملية راح تساهم كثيرا في قطاع الشغل، ما يخفكش أنه كل مؤسسة راح تشغل ما يفوق 20 عامل، كذلك راح تساهم في رفع القيمة المضافة خاصة على المستوى المحلي وحتى على المستوى الوطني. كشباب كنا نعانوا شوية من البطالة، إن شاء الله نقدر نتفاعلوا في الشيء هذا ونتحاولوا باللي نقدموا الشيء اللي كاين. 128 رخصة استغلال حرفي للذهب تم توزيعها على شباب انتظموا في مؤسسة مصغرة بكل من إليزي، جانت، وبرج الحواس. هذه المؤسسة المصغرة تم توزيعها على 128 موقع قابل للزيادة. هذه إلا البداية، يعني المرحلة الأولى من العملية، مازالوا مختصين وخبراء الآن في الميدان باش يضيفوا محيطات أخرى لهذه العملية لكي نوصلوها ونعموها في كل المحيطات التي تحتوي على تركيزات من الذهب. الجزائر الجديدة اليوم تم اتخاذ العديد من القرارات من طرف سيد رئيس الجمهورية، قدمها للسادة الوزراء وبدأت العملية منذ 3 أشهر. اليوم أنا نحصد في النتيجة تاع هذه العملية. رخص الاستغلال هذه ستسمح لأصحاب هذه المؤسسات من النشاط بصفة قانونية في التنقيب عن الذهب عبر مواقع الاستخراج المنجمي المحددة وفق دفتر شروط صارم يراعي الدواعي البيئية. أصبح استغلال الذهب بطريقة صديقة للبيئة، هذا يعتبر مكسب للبيئة الصحراوية ومكسب للجزائر بصفة عامة وكذلك مكسب للاقتصاد الوطني. الشباب المستفيدون يتم تكوينهم في تقنية الاستغلال وكذا المقاولاتية للاستغلال الحرفي والعقلاني للذهب.